يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن مرحلة السلف هي مرحلة أتت وانتهت ولا نستطيع أن نطبق، انتهت بالنسبة له هو، لأنه ما يحب السلف ولا يريد أن يسير على منهجهم. أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة، مرحلة السلف باقية إلى أن تقوم الساعة، باقية إلى أن تقوم الساعة، لم تنتهي ولله الحمد. نعم.